أهلا بكم في حلقة جديدة من على الكنبة. خلونا في البداية نستعرض عناوين حلقتنا. طبعا أنا ماني بادئة الحلقة، بس على فكرة هذا فريق الإعداد قالوا لي حيحطوا لي شغلة وفاجأوني فيها، فأنا ما ببتدي، بس أنا هذه الانترو اللي أنا كل يوم بقرأها. المهم هذه المقدمة اللي تعودت عليها معاكم كل حلقة في على الكنبة. فريق الإعداد حسابه عسير بعد الحلقة، والحد يسألني ليش ما غيرتها طول الشهر، لأنه لازم تفضل أحفظها. على العموم أنا اتكشفت واتعرض أنه الآن لمؤامرة من فريق البرنامج. خلونا نشوف المقطع اللي عاملينه من ورايا، وربنا يستر علي وعليهم بعد الحلقة. أهلا بكم في حلقة جديدة من على الكنبة. خلونا في البداية نستعرض عناوين حلقتنا، وبعدين نجلس على الكنبة. سرايا عابدين مكمل في مفاجأة المشاهدين بموت أبطال المسلسل. الليلة الدور على غادة عادل. لا، هذه الحركة اللي في النهاية أحيانا يكلموني ويكون الصوت جدا تعيس. على العموم إيش أقول فيكم، حساب عسير، حضرتنا نتفاهم معكم بعد الحلقة.